دايما بشوف حاجة يا دكتور وبحب اقولها لهم. طبعا احنا بناخد خصومات بناخد عروض حلوة وهدايا حلوة، بس دايما دور على المضمون. يعني ايه ندور على المضمون؟ يعني نشوف ايه الحاجة الصالحة لصحتنا، المنتج اللي فعلا نثق فيه ومنتج حقيقي هيحقق لنا اللي احنا عايزينه ونروح ندور عليه. طبعا احنا بنعمل العروض والحاجات الحلوة دي عشان نحفزكم ان انتوا تعيشوا كويس، وعشان ندي فرصه للناس اللي ما عندهاش قدره انها تشتري الكورس وهو بالسعر العادي. لا، احنا بننزل لك 50%، يعني ما فيش احلى من كده، غير الهدايا اللي دايما بنضيفها هنا في مطبخ ماما في المطبخ، ان احنا بنحط هدايا حلوه جدا عشان الناس اللي بتتابع برنامج عز جليل. طيب هنشوف بقى التفاصيل كلها، وطبعا العرض النهارده حلو جدا 50%، يعني احنا هناخد الكورس بنص الثمن. هنشوف بالظبط. بقى ايه الحاجات الحلوه اللي الدكتور النهارده هتقدمها لنا. النهارده 5 عليهم 4 عادات، حلوه قوي، يعني بجد زي ما بيقولوا يا بلاش، كورس بنص الثمن هتاخديه، هينزلك 30 كيلو بسهوله جدا، لان كل حاجه فيهم. شوف عزه بتصلح لي حاجه معينه في الجسم بوظتها، السمنه مرض، يعني ربنا زي ما بيديك المرض بيديه معاه العلاج. بس السمنه مش بس شكل ان انت بتبقي تخينه، لا، دي السمنه بوابه لاكتر من 40 مرض. هتلاقي الضغط عندك عالي، لو ما عندكيش السكر هتلاقي جالك سكر من الدرجه الثانيه، لو ما عندكيش اي مشاكل في المفاصل هتلاقي مشاكل كتيره قوي زي مشاكل الغضاريف، عندي مش قادره اتحرك، مش عارفه امشي. ليه؟ لان الحمل الكبير مؤثر على حاجه واحده وهي المفاصل او رجلك بشكل عام. طيب النهارده هتقدري تمشي براحتك، هتقدري تلبسي اللي انت عايزاه، وفي نفس الوقت هتاخدي خصم كبير قوي، لان النهارده معاكي 9 منتجات، 5 عليهم 4 هديه بس لحد الساعه 8 بالليل. معاكي شحن مجاني زي ما قلنا لكل المحافظات والكرة، يعني لو انت من محافظه بعيده تقدري تخسي، لان انت كمان هيبقى معاكي دكتور بيتابع معاكي عن طريق التليفون. يعني مثلا هي بيبقوا قلقانين ان انت تروحي استشاره وتتابعي ومكان بعيد وبتاخدي وقت او بتضيعي اليوم كله، النهارده استشارتك من خلال التليفون. يعني ايه؟ فريق طبي دكتور او دكتوره بتبداي تتابعي معاه. بس اهم حاجه شوف عزه، واحنا بنتكلم في المكالمه الاولانيه اقول له مشاكلي الصحيه، ما اخبيش على الدكتور بتاعي. ليه؟ علشان اوصل لك الكورس بتاعك انت، مش انا مش عندي كورس ينفع لكل الناس. يعني مريض الضغط ومريض السكر ومشاكل المفاصل، او انت بتاخدي اي علاج لمرض مزمن، غير اللي ما عندوش اي مشاكل صحيه، غير السن الصغير، غير السن الكبير. لازم تصرحي الفريق الطبي بتاعك ان انت تقولي له انا عندي ضغط، عندي سكر، انا جربت حاجات كتير قبل كده. لان انت لو جربتي حاجات كتير او اي نوع دايت هيبقى عندي ثبات في الوزن. ايوه، مهما عملتي او منعتي كل الاكلات هيبقى عندي مشكله صحيه وهي ثبات للوزن، مش عارفه انزل بسهوله. طب تعالي يا دكتور نقول لهم بقى يطلبوا الكورس من خلال ايه؟ من خلال الصفحه اللي هتظهر معانا على الشاشه دلوقتي، وارقام التواصل، ارقام التليفونات اللي هتبقى موجوده على الشاشه، هي دي ارقام التواصل. من خلالها برضو نقدر نسيب مسج على الواتساب زي ما بقول دايما، ونقدر نبلغ بكل حاجه، وهم يرجعوا يتواصلوا معانا ويقولوا لنا كل التفاصيل اللي تفيدنا ان شاء الله، وتاخدوا الكورس وتبقوا زي الفل وتبقوا تمام وتعيشوا بصحه كويسه وتلبسوا اللي انتوا عايزينه وتاكلوا اللي انتوا كمان عايزينه. طيب زي ما قلت لهم احنا داخلين على الشتاء، يعني جواكت، يعني لو انت تخينه الجاكيت اصلا بيتخنك اكتر، فهتبقي ماشيه شكلك مش حلو، مش مبسوطه، طبعا السمنه بتعملي مشاكل صحيه كتير. فانت النهارده في غنى عنها. في غنى عنها ازاي؟ ان انت هتشيلي من وزنك 30 كيلو، 30 كيلو ده رقم حلو قوي، كبير قوي، ان انت تقدري تنزليه في 60 يوم بس. يعني الدهون اللي احنا بنكونها بقالنا سنين يا شيف عزه، النهارده هقدر اخلصك منها في 60 يوم بس. معاكي فريق طبي تقدري تتواصلي معاه كل 10 ايام، هنبدا يقول لك طريقه الاستخدام بتاعه الكورس، وطريقه الاستخدام بتختلف من شخص لتاني. ليه؟ لو انت بتاخدي اي ادويه لاي مرض لازم خبراء التغذيه يعرفوا، علشان يديكي طريقه الاستخدام السليمه بتاعه الكورس عشان تجيب معاكي مفعول من اول يوم. النهارده بقى جايبه لهم ايه؟ جايبه لهم سد شهي وتفتيت دهون وتكميم للمعده ونحت قوام وتثبيت الوزن.